افتتاحية لقاءات البطلين، بطل دوري جميل السابق وبطل دوري الأولى السابق، يحل الأهلي ضيفا على الاتفاق في الدمام في مباراة اعتاد التاريخ أن تكون إحدى قمم الجولة مهما كانت ظروف الفريقين. تاريخيا لابد لمباراة الأهلي والاتفاق أن تكون حديث الجولة منذ أعوام، والاتفاق والأهلي خاصة حين تكون المباراة في الدمام تصبح مباراة لا تعرف لها توقعات أو تكهنات. الأهلي يأتي وهو منتشيا بلقب السوبر الذي ناله قبل أيام، والاتفاق يدخل وهو معتدا بلقب الأولى الذي سحب من المجزل وأعطي له عدا عودته لمكانه الطبيعي بين الكبار. آخر مباريات الفريقين لم تكن بعيدة، كانت في الموسم الماضي في كأس ولي العهد في ملعب الجوهرة بجدة، وفاز فيها الأهلي بهدف هدافه السوري عمر السومة. في الاتفاق سجل اللي عليه الاتفاق، تختلف الفرق تختلف الطرق لكن هو اللي عليه الاتفاق. اليوم كلا الفريقان أغلق تدريبات الاستعدادات على قدم وساق. الاتفاق يريدها تكشيرة أنياب لفرق دوري جميل منذ أول ظهور بعد عودته لهم، والأهلي يريدها تأكيدا لهيمنته التامة على بطولة الموسم غير آبهم بإجهاد السفر بعد سوبر لندن. فالأهلي الآن أصبح الحمل عليه ثقيل في أعين جماهير، مثلما هو الحال في الاتفاق العائد لمكانته الطبيعية. قمة ننتظرها على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، ننتظر الظهور الأول لحامل اللقب وبطل كأس الملك وبطل السوبر، وننتظر الظهور الأول لبطل دوري الأولى العائد من جديد لمقارعة الكبار. فمن سيكشر عن أنيابه في ظهوره الأول؟ هذا ما سنعرفه في لقاء الساحل الشرقي الليلة.